وفي نفس السياق تلقت الأسرة الثورية أمس نبأ وفاة إبراهيم شرقي المجاهد والمناضل عن عمر ناهز 94 عاما. الفقيد الذي قدم تضحيات جسام وجليلة إبان ثورة التحرير المجيدة، أين ألقي عليه ألقاب سنة 1957 من طرف السلطات الفرنسية ليعذب ويسجن إلى غاية الاستقلال. كما أن الراحل أظهر طول حياته كفاءة وتفان كبيرين، مما أكسبه احتراما وثقة العديد من القادة وإخوانه من المجاهدين والشهداء. الجنازة حضرتها العديد من الوجوه الثورية من المجاهدين وأصدقاء الراحل وأسرته، وكذا وزير المجاهدين الطيب زيتوني. عد الغضبان حضر الجنازة وعاد بالتالي. إبراهيم الله يرحمه كان من المناضلين الأوفياء مخلصين ناشطين، وفي الثورة كان مسؤول سياسي للمنطقة الجزائرية. ماذا بينا لو كان الشبيبة تاخذ درس من هذا الأخ المجاهد إبراهيم شرقي. على كل حال الناس اللي عاشوا كل حياتهم كلها عقبوها الجزائر، ده أول ده مناضل وبعدين مسؤول وبعدين أصبح هو مسؤول محافظ في الحزب في سنة 1950. مناضل كبير وتريز أكتيف وسفرة في حياته جوسكا لا ديرنيير مينوت هو مسؤول، وكان مع العربي بن مهدي وكان بارمي لي ريسبونسابل هنايا في الثورة الجزائرية. هو معروف يعني تنكل به وعذب من أجل الجزائر والجزائريين. نسأل الله تعالى أن يلحقه بالصالحين والشهداء والأنبياء، ولا شك في ذلك. كانت هدفهم الواحد هو الجزائر. الآن الجزائر مستقرة بحبل الله، ومات هو راضٍ عن الجزائر.